البنت كانت في حضن امها مع حماوة الصاروخ، طارت البنت في متر الجيران. هدف الاستهداف اللي انا شفته انه ما حدش يضل عايش. انا صفة دقي عمة البنات حنان دقي ومسك دقي اللي تم استهدافهم في 3/9. انا عمتهم مسؤولة هالوقت عنهم بدل عن امهم، يعني اكيد مش هعوض بس مسؤولة رعاية، وهذا واجبي اكيد. يعني انا عمتهم الكبيرة امهم استشهدت لحظة الحدث، شيماء الدقي عمرها 25 سنة، تم الاستهداف في 3/9 لحظة وقت الهدنة الإنسانية اللي صارت لتطعيم شلل الأطفال، مش كان وقتها هدنة إنسانية. في 2/9 البنات تم تطعيمهم، طلعوا هم وكل بنات العيلة وولادي وهاد، تم تطعيمهم في 2/9. في 3/9 كان أبوهم عنا قاعد لبعد الظهر، روح إلهم يتغدى معهم، يتغدى، قال أنا بتغدى مع مرتي وبناتي وروح، ما بديش يتغدى عنا. في ساعة أمهم كلمتني كيف عمي، عن أبويا بتسأل عن صحته، كيف هو وقت لأنه مريض تليف على الرئتين، كيف صار، إيش أخباره هو. على الخط كانت معي، وفي لحظتها أخوي روح، سكرت، اتغدوا، فرش فرشته ينام قبل باب الشقة عادي، بينام كل يوم هو بيقيل. فيش نص ساعة من لما قيلوا لو تم استهدافهم بصاروخين، صاروخ استطلاع على الأم مباشرة، صاروخين، صاروخ الاستطلاع مباشرة على الأم وصاروخ F-16 جاي باتجاه مقص بعكسه. الهدف كان إنه ما حدش يضل عايش. هدف الاستهداف اللي أنا شفته إنه ما حدش يضل عايش، بس بحمد ربنا إنهم استشهدت، الله يرحمها، الحمد لله رب العالمين على قضائه. الأبو مصاب، حنان 3 سنوات تم بتر رجليها التنتين وعملية استعادوا الأمعاء، كانت برا استعادوها في بطنها، وعندها حروق وجروح في وجهها، عندها ثقب في الأمعاء الغليظة. حنان أعلنوا عن استشهادها في بداية الحدث، ما كانتش موجودة في الشقة، كانت برا في المتر اللي بيننا وبين الجيران. قالوا هي في بنت هنا، في بنت هنا استشهدت. اخوي ما كانش مبين من الركام، ما كانش لاحظوه في الاخر، الشباب بدا يطلع في ايده. الام استشهدت في لحظتها، مسك عند الكنب، تم بتر رجلها اليسرى مسك. حنان لاحظ شاب انه فيها النفس لسه، اخذها طلع يجري فيها يسعفها، بس وقعت منه وصار فيها جروح في وجه البنت. حنان من قوة الاستهداف، من قوة الصاروخ، لأنه كان مباشر على إمها، الصاروخ تاع الزنانة، البنت كانت في حضن إمها مع حماوة الصاروخ، طارت البنت في متر الجيران، في جيراننا بيننا وبينهم متر، ما كانتش مبينة، كانوا هم بيطلعوا في الباقيين. في آخر لحظة قال جارنا في بنت إلكو هنا، هي موجودة، أخذوها هم، أعلنوا استشهاد الأم والبنت حنان. بس الحمد لله بعد بلحظات تبين لنا انه فيها النفس لسه البنت. حنان ومسك طبيعة الحال في سنن وفي اعمار 3 سنوات و1 سنة و9 شهور، يعني ايش مثلا بيقدم للاحتلال، نفسهن زيهن زي كل البنات، نفسهن يلعبن، يجرين، ينطن، يرقصن. مسك متعلقة اكثر شيء في امها، كانت تضل مع امها، يعني ايش بيكون مطالب البنت غير اللعب، الأكل حاجة، أندومي، مصاصة، هاي مطالبها في الحياة، يعني مش طالبة كتير من الدنيا كلها، حتى البنت مش طالبة إشي زيادة. دخلونا التطعيم، في تطعيم لشلل الأطفال، سمح في نتنياهو سمح في التطعيم، ونتنياهو برضه هو اللي بتر لها الرجلين، هو اللي السبب في بتر رجلين، الطعام من هان عشان نحمين من شلل الأطفال، بس ما قدرناش نحمين أكتر من هيك، انبطر رجلين. انا بكره البنت بس تصحى انا بدها تلعب مع بنتي، ولا بدها تشوفني بلاعب بنتي، انا عمتها بدها تشوفني بلاعب بنتي، مش بدها تسال عن امها، ليش هي مالهاش زي كلنا قاعدين باولادنا وهي امها مش قاعده معها. انا بكره بدها تسالني عن رجلها مثلا، بدها تقول لي بدي البوت البس زي شام، زي بنتي شام، بدي البس، بدي البنطلون زيها، بدي فستان زيها، انا كيف بدي اواجه هذا كله؟ في نفس الوقت هي كيف، هي حتتعزى، هي نفسيتها حتتعب، حياتها حتكون صعبة كتير حنان.